بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام على قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. في هذه الآية يذكر الله وظيفة الرجل ووظيفة المرأة، فالله جعل لكل وظيفة في الحياة يقوم بها نحو الآخر، فالرجل له وظيفة يقوم بها نحو المرأة، والمرأة لها وظيفة تقوم بها نحو زوجها. الرجال قوامون، جمع قوام، والمراد به الذي يقوم على غيره، يقوم على غيره بالولاية والإنفاق والمحرمية وغير ذلك. فالله جعل الرجل قواما على المرأة، بمعنى أنه راع عليها من حيث الإنفاق ومن حيث المحرمية ومن حيث حمايتها مما يضر بدينها وعرضها ودنياها. فالرجل محافظ على المرأة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أسباب ذلك، كون الرجل له القوامة على المرأة، ذكر سببين. فقال في الأول: بما فضل الله بعضهم على بعض. الله جل وعلا جعل في الرجل خصائص تؤهله لهذه القوامة، منها قوته في شخصيته وهيبته، ومنها فطنته وحذره، ومنها أنه يتولى مناصب لا تتولاها المرأة، يتولى السلطة العامة والخاصة من الإمامة والقضاء والغزو وغير ذلك مما لا تتولاه المرأة. هذا يدل على فضل الرجل على المرأة، حيث إنه يقوم بأعمال لا تستطيعها المرأة ولا تليق بها، كما أن للمرأة أعمالا ومسؤوليات لا يقوم بها الرجل ولا تليق به. والصفة الثانية التي تؤهل الرجل للقوامة هي قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق على المرأة وجوبا، لأنها تحت ولايته، فهو ينفق عليها وهي لا تنفق على الرجل، سواء كانت المرأة زوجة أو قريبة، فإنها تستحق النفقة على زوجها وعلى قريبها، حتى ولو كانت لها أموال فإنها لا تسقط نفقتها على زوجها، بل يجب على زوجها أن ينفق عليها ولو كانت موظفة أو لها أموال، فإن النفقة في مقابل استمتاع الزوج بها وحبسها تحت ولايته،
لأن النساء عوان عند الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محبوسات تحت إمرة الرجال وتصرف الرجال. فهاتان الصفتان، تفضيل الرجل على المرأة كما في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، وكما في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وكونه هو الذي ينفق عليها فصارت له القوامة والولاية عليها في حدود الشرع، لا ولاية التعسف والإضرار، وإنما ولاية الإصلاح والمراعاة التي تكون من صالح المرأة. فالنساء لهن على أزواجهن حقوق بموجب أن الرجل يقدر عليها ويقوم بها، وبما أنفقوا من أموالهم. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر ما تتحلى به المرأة من الصفات الحميدة، وأنها تستحق الإكرام. قال تعالى فالصالحات، صالحات في دينهن وفي تعاملهن مع الرجال، قانتات يعني مطيعات لأزواجهن غير متبرمات، باذلات لما يجب عليهن من حقوق أزواجهن، مداومات على أداء هذه الحقوق. ثم قال جل وعلا حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الصفة الثالثة، بمعنى أنها تحفظ زوجها في حال غيبته، في عرضها وفي ماله. فإذا غاب زوجها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ مال زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة التي تتصف بهذه الصفات الطيبة، صالحات، قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أنهن يحفظن أنفسهن وأعراضهن وأموال أزواجهن، وذلك بسبب إعانة الله لهن، فإنه يعينهن على هذه المهام العظيمة بما حفظ الله. فلولا إعانة الله ورعايته لهن لما استطعنا القيام بهذه الأعمال، ولكن الله جل وعلا يعينهن على ذلك. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر صفة من صفات المخالفات لهذه الصفات الطيبة، فقال واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز في أصل اللغة الارتفاع، ومنه النشز من الأرض يعني المرتفع، والمراد به هنا ارتفاع الزوجة على زوجها في الكلام أو التطاول عليه أو الافتخار عليه
أو المنة عليه أو تمنعها من طاعته فيما يجب له عليها، مثل إذا دعاها للفراش وأبت، فهذا هو النشوز المحرم، وهذا يأتي له علاج نذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.